جيب لي قهوتي. جيب جيب لي قهوتي. خالد 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 من قصاب ميتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه هايشة جديدة طالعة من البحر، سبحان الله سبحان الخالق. قديش ميزانها يا حاج؟ 300 كيلو. طبعا الريش الريشة متاعها ممكن متر الريشة متاعها، والله هذه الريشة متاعها. شوف الديل، هذا الديل متاعها سبحان الله. جيب جيب الميتر جيب، لا جيبها بالعكس، اعطيني هذا باش نصور به. الديل متاعها الديل نتاعها ممكن في جو 5 متر، زوز متر، زوز متر و40، زوز متر و40، زوز متر و40. هذا الديل نتاعها بس زوز متر و40. طبعا طولها هي بروحها كامله، طولها كامله 460 طلعت. هذه الطول متاعها. السلام ورحمة الله. قيس الريشة هي، قيس الريشة. الريشة متاعها مترو. مترو الريشة متاعها. تبارك الرحمن. 54 صنف يا محمد الصغير هذا. هذا واحد من أصناف القرش هو. إيه 54 صنف. هذا السنون نتاعها قرش. شنو ده؟ هي نوع من انواع القرش. هاي شيء جديده طالعه. ديل نتاع ديل نتاعها زوز متر و40. ديل نتاعها بس الريشه نتاعها، هذه الريشه نتاعها متر. استاذ نصورها ولاد معلش. تفضل تفضل. اول مره نشوفها. هاي شيء جديده طالعه يا اولاد. لا لا السنة هذه والله رد بالكم البحر. هذا لله ان طلعوا نهايشات السنة هذه، الله يبارك الحق. كل واحد ياخذ الحيطة والحذر من البحر السنة هذه. عوم قريب، عوم قريب، خلي العوام قريبة. هاي شطولها ممكن 4 متر ونص. اي سبحان الله. زيد زيد منر، شد الـ شد الـ ها شد دي شد المتر، شد المتر، حطها على حاشة الديل، حط 4 متر و60. 4 متر و60 بالضبط. ايه ايه زال. ايه هي متنية شوية، 400 تقريبا، 460 480. المهم اخذ الحيطه والحذر من البحر يا عيلة. راي هوايش السنه هذه، الله المستعان. تعال تعال يا مندر، افتح تعال افتح المندر، مندر اي افتح لي سنونه بالله عليك. شوف السنون نتاعها سبحان الله سبحان الله. هو اخذ الحيطة والحذر يا عيلة. هو نوع من انواع القرش راه. استاذ بشير قديش نوع قلت لي انت؟ 54 نوع. طبعا القرش 54 نوع. زرقاية؟ لا مش زرقاية، هذه مش زرقاية، هذا نوع جديد من نوع القرش. ايه تتكل، لا تتكل اي حاجه تطلع من البحر تتكل.
لا البت هذا بنقول لكم تاخذوا الحيطه والحذر، بس السنه هذه راهو خيرات واجد في البحر، كل واحد ياخذ الحيطه والحذر، هوايش طالعات. هذا موتور التن جابها. ان شاء الله يومكم سعيد ويومكم طيب، وقت الحيطه والحذر يا عيلة بالله، يومكم طيب.